يقول لك ايش؟ يقول بنصلح احلى جريش بالدجاج بطريقه سهله ومختصره. يلا نسويها. اول حاجه في جريش الدجاج بالطريقه البسيطه اللي بنسويها، عندي صدور دجاج، ممكن تحطون دجاج بعظم، هذا شيء راجع لكم. عندي جريش منقع اقل شيء ساعه الى ساعتين، جريش المجروش العادي بنضيفه. هذا وش هو؟ هذا بهارات غير مطحونه، نضيفها في القماش اللي زي كذا. عندي هنا بودره البصل وبودره الثوم، وبعدها نضيف ايش؟ المويه. نضيف نضيف نضيف. وعلى فكره ترى كل كوب من الجريش راح نضيف عليه من كاستين ونص الى ثلاث كاسات من المويه على حسب نوعيه الجريش. يا سلام، كذا تمام. نولع عليه النار، ولعنا النار. باقي بضيف حاجه مهمه اللي هي ايش؟ بهارات بيضه. ممكن تضيفون البهارات البيضه وليس البهارات المصبغه، هذه هي. حلوين حلوين. باقي عندنا اللي هو ملح على حسب الكميه اللي تشوفونها مناسبه لكم. نقفل القدر، نقول بسم الله، ونخليه حتى يصفر. هذا مجرد ما يصفر قدر الضغط، وتختلف من قدور الى قدور على حسب القدر الضغط اللي عندي هنا. قدر يقولون له تيربو، يعني قوي بزياده عن القدور الضغط العاديه. اول ما يصفر هذا راح احطه على نار شمعه، واتاكد انه على نار شمعه صغيره جدا، ونحسب له 50 دقيقه. اسمعوا كلامي، 50 دقيقه ويكون كذا خلصنا من احلى جريش ضبطناه. ننتظر، نقول بسم الله وكذا. كذا خلصنا من احلى جريش ضبطناه وسويناه، ما شاء الله تبارك الله. باقي اللي علينا نحركه، وممكن نحركه ونضرب فيه. نحركه علشان نضرب اللي هو الدجاج مع الجريش، ونطلع برضه اللي هو صورة البهارات اللي احنا سويناها. خلونا نطلعها. يا سلام، نحركه وش اللي جاء عندنا اللي هو الإضافة المهمة اللي هو اللبن الحامض. ممكن نضيفه، وممكن نضيف برضه معه الحليب، الحليب اللي هو الحالي، لكن اللبن الحامض هو أفضل شيء للجريش. واحنا نحرك نضيف اللبن، لكن أنا ما أفضل دائما بالملاعق اللي زي كذا، أو نفضل اللي هو المضارب. المضارب حلوة تحرك الجريش بشكل أفضل، وفي برضه تقنية أفضل منها اللي هو إيش؟ المضرب. ضع جدا جميل. نضيف المضرب، هذا أول شيء. نشغل ونبدأ نضيف اللبن على حسب الكميات اللي تشوفونها مناسبة. بعد إضافة اللبن، وفي ناس يمكن يضيفون الحليب زي ما قلت لكم، نضربه بالمضرب العادي أو مضرب الحلويات أو المضرب الكهربائي اللي أنا استخدمته. ضربناه حتى مزج اللبن مع الجريش، ونكون النار مخلينها والعة، يعني مو شرط نخليه والع فترة طويلة، أهم شيء أنه تأخذ المكونات مع بعضها. كل على حسب القوام اللي هو يبغاه مناسب للجريش، بالذات ان عندنا اللي هو ايش؟ اللي هو في ناس تحب الجريش يكون فيه نوع انه يكون سايل، وفي ناس يحبونه ثقيل، وفي ناس يحبونه يكون متوسط، كل على حسب سماكه الجريش اللي هو يبغاها. عندنا السماكه هذه هي اللي مطلوبه. كذا انتهينا، قفل النار وعلى طول على صحن التقديم. ناخذ الجريش ونصبه في الحافظه، ونقول على حسب الكميه المطلوبه. يا سلام. هذا هو الجريش، وإذا تبغون نضيف عليها برضه اللي هو مسمنة، نضيف عليه البصل المكرمل اللي أنتم تبغون. في حاجة مهمة في الجريش اللي هو البصل المكرمل اللي يجي على الجريش، وطعمه لذيذ جدا، ولازم إننا نسويه. أول حاجة 50 جرام من الزبدة على الكمية اللي موجودة عندي، نولع عليها النار، وناخذ برضه شوية من السمنة، حاجة بسيطة. هذه شوية سمنة معاها اللي هو سمن بلدي عشان يعطيها طعام. بنذوبها وبنضيف عليها اللي هو بصل، او بصل فريش ممكن نضيفه ونكرمله معاه، او ناخذ من كشنه البصل العاديه. راح اضيف من كشنه البصل العاديه معاها على طول على السريع ولا تاخذ وقت. وبنضيف عليها برضو اللي هو ايش؟ اللي هو الليمون الاسود، ليمون اسود مطحون. شوفوا كل شيء على بعضه، بس مجرد ما تذوب الزبده والسمنه مع بعض وتاخذ يعني شويه حراره مع البصل المكرمل، يكون كذا احنا جاهزين. ناخذ من البصل المكرمل ونضيفه على الجريش بالكمية المناسبة اللي تعجبكم. وممكن نضيف برضو من ايش؟ انا زودت عليه علشان ايش؟ نعطيها الطعامة والرائحة اللي احنا نبغاها. نقول بسم الله. هذا هي الطعامة الجريش، راح تكون مع الليمون الاسود والبصل المكرمل. ما نقول الا بالعافية لكم. الجريش بطريقة سهلة وسريعة ومختصرة أساسا، إن شاء الله أنها تعجبكم، وأي إضافات ممكن تضيفونها من عندكم. أشوفكم على خير، سلام.